ترأس سيادة المطران خريستوفرس مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة النبي إشعياء في مدينة جرش الأثرية بعد مرور عقود طويلة من العصر الرومي البيزنطي. شارك سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة بحضور أمين عام وزارة السياحة والأثار الدكتور عماد حجازين وعدد من أبناء الكنيسة من مختلف محافظات المملكة. وفي كلمته أشار سيادته إلى وجود 23 كنيسة اكتشفت في مدينة جرش وهي مسمات باسم العديد من الأنبياء والقديسين الأردنيين، مشيدا بنفس الوقت باهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالسياحة الدينية لأرض الأردن المقدسة واهتمام وزارة السياحة وكل الجهات الرسمية لإقامة خدمة القداس الإلهي في هذه الكنائس الأثرية. بتطلع حوالي وأنا جاي الصبح كانوا يحكولي 15 كنيسة بهذا المكان اللي نحن موجودين فيه بجرش الأثرية. نعم أبنائي، هاي هي بلادنا المقدسة وهذا هو أردننا الحبيب اللي هو بلاد مقدسة. اليوم بإقامتنا للقداس الإلهي بهذا المكان المقدس، النبي أشعياء من العهد القديم هو معنا، لأنه الكنيسة اللي نحن موجودين فيها بتحمل اسمه. رح نروح بعدين على كنيسة القديسين كوزما وذميانوس اللي هم أردنيي الموطن وقبورهم موجودة عنا في بلادنا المقدسة. أبنائي، اللي خلاني مع إخوتي الكهنة وبالبطريركية المقدسية بالتعاون مع كل الجهات اللي موجودة بأردننا الحبيب إن نعمل خدمة القداس الإلهي بأماكننا المقدسة الأثرية. اللي خلانا نعمل هيك هو هذا الإحساس اللي موجود فينا إن لازم نفعل قديسي بلادنا حتى يشفعوا فينا، وبالتالي من خلال هاي العودة الروحية للجذور إن نقدر ندعو كل العالم إنه يزور حتى يتقدس من بلادنا المقدسة اللي عاش فيها الرب والمخلص يسوع المسيح وفيها اشترى عجائب عديدة وكثيرة وفيها تعمد في نهر الأردن وقبلها ولد في مغارة بيت لحم الخلاصية امتداداً إلى كل الأماكن المقدسة اللي جزء لا بأس فيه، نعم ربما مخفي ولكن هو موجود هون في الأردن. وعلينا واجبنا الروحي قبل الوطني إن نحن نبرز هاي الأماكن المقدسة، لأنه مش فقط فيها تاريخنا ولكن فيها هويتنا الوجودية كمسيحيي لهاي البلاد المقدسة، مقرونة بعيش مشترك مع إخوتنا المسلمين 1400 سنة امتداداً ليومنا الحاضر بحماية ورعاية إلهنا القائم من بين الأموات، ولكن ضمن الرعاية الهاشمية ووصاية جلالة سيدنا الملك عبد الله المعظم على الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية.